تحت رعاية زكور هو عنوان المسرحية اللبنانية اللي قدمها المسرح الراحل ريموش بارا خلال السبعينات، وعم بتعود لخشبة المسرح اليوم بشكل جديد لتكريم اسم ريموش بارا بمبادرة من تلميذه المخرج جابرييل يمين اللي عم بيقدم المسرحية بصورة جديدة. أيها السيدات والسادة، حضرات الأشخاص، أيها السيدات والسادة، حضرات الأمراء والمكوات والأشخاص، أيها السيدات والسادة، حضرة الوزير والمدير ومساعد المدير والأمراء واللوردات والأشخاص، أيها السيدات والسادة. جابرييل يمين مخرج مسرحية تحت رعاية زكور اليوم اللي عم تقدموها لريموش بارا، قد اليوم مبسوطين عم ترجعوا تعرضوا هذه المسرحية على مسرح مونو؟ ما هذا كان هدف المهرجان كله بالأساس، أنه نرجع نحيي أعمال ريمو لحتى هالجيل الجديد والجيل القديم اللي حابب كان يرجع أو اشتاق لريمو نرجع نقدر نعملهم، نفرجيهم كيف كان ريمو يفكر، كيف كان ريمو يكتب، كيف كان ريمو يخرج. هيدا الهدف، نعرفهم، نرجع على شغل ريمو. أنا بعرف أنه الجمهور وين ما كان بالعالم، يعني الناس بالعالم هني بحاجة للمسرح. هلا يمكن هني ما بيعرفوا هيدا الشيء، ولكن بحسوا من وقت لوقت أنه لازم يروحوا على هالخشبة ويحضروا اشياء مثل ما هني بيحبوا، مثل ما هني بيريدوا، لحتى بياخدوا شيء، دائما بياخدوا شيء من المسرح شو ما كان يكون نوعه للمسرح. نجاح العمل بالسبعينات كان لافت، لكن اليوم ومع مرور الزمن هل بيتوقع يمين تحقق المسرحية نفس النجاح؟ نحن عم نعمل وجباتنا، عم نرجع عم نعرض ريمو تحت رعاية زكور. انا ما بعرفها، انا بلش ريمو قبل مني، كنت كتير صغير، كانت فرصة لي لحتى أرجع أكتشفها، وعم نقدمها للناس. وهلأ صار هن حسب محبتهم، إذا بيحبوا يجي يشوفوا، وبنتمنى يجي يشوفوا لحتى يشوفوا ريمون كيف كان يفكر، كيف كان يكتب، كيف كان يخرج. هذا كل الهدف يعني. يا حرابين أمك، صرت 100 مرة أيضا تحطوا لي جبن بلدي بدل اللبني، حرقتيني باللبني، اللبني 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 بتعمل كل هالعمل الفني اللي عم بيتم عرضه على مسرح مونو بيشارك فيه مجموعة من الممثلين، منهم كارلوس عزار اللي غاب عن التمثيل المسرحي لمدة 14 سنة وعم بيعود له من خلال هالعمل. كارلوس عزار، من بعد غياب 14 سنة عن المسرح اليوم رجعت للمسرح، خبرني شوي هذه الرجعة كيف صارت وليه قررت ترجع اليوم بهذه اللحظة بهذا النهار على المسرح؟ غياب 14 سنة عن المسرح تمثيلياً، غنائياً كان لا، ما كنت غايب كان في حفلات وهيك. ايه، اخر مسرحية عملتها بال2010 البروفيسور مع جورج خباز، والتوقيف صار يعني مش مقصود، هو بسبب التزامات بالتلفزيون وبالسينما وسفر وإلى آخره، سو ما كان عندي الوقت أقدر التزم، تعرف مسرح بده التزام. فالعودة كانت السبب الأساسي هو جابرييل يمين، جابرييل أستاذ من أيام الجامعة، وهو صديق الشخصي والموجه يعني إذا بدك تبعي، طلب مني هيدا الشيء لأنه عم يرجع بيعمل مسرحية لريموش بارا. فأنا بالنسبة لي يعني قمة السعادة هي أنه أعمل مسرحية لريموش بارا يلي حلمي أشتغل له وحدة من مسرحياته أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة، مع إخراج لجابرييل يمين. فلما قال لي هذا الشيء جابرييل يمين أنا ما عديت لاثنين يعني دغري، كانت الاي قبل العرض. مشتك على اسمك سام مرفوع على راحتنا تصير ممثل طارق تميم اللي عم بيطل بظهور خاص ضمن هالمسرحية عبر عن سعادته الكبيرة بهالتجربة رغم تقديمه مشهد واحد مدته 20 دقيقة تحت عنوان شهيد البلدية. مستمتع فيه، وخاصة أنه هو ضمن إطار تكريم ريمون جبارة وتحت إدارة المخرج الرائع الصديق الحبيب جابرييل يمين. ما بقدر اوصف لك اساسا جابي لما اتصل فيي وعم بيقول لي في عم نعمل شيء لتكريم ريمون وعندي مشهد، قلت له انا معك هيك، قال لي ما بدك تعرف شو، قلت قال لي مشهد واحد، قلت له ما في مشكله،
عرفت كيف؟ يعني بهاي انت عم تخرجوا، قلت له تبع تكريم ريمون، قلت له ايه، ورايح اسس مشهد مفتكر حالي، فتنا طلع المشهد فوق العشرين دقيقة. مشهد حرزين يعني عرفت شو هو المشهد؟ لا هلا بتحضروا. هو مشهد على فكرة الله يرحمه ريمون كان كتير كتير يحبه، لدرجة ما هو دايما بتحس بمسرحيات ريمون بتحس فيه انه في لوحات كاملة فيك تشيلها وتعرضها لحال، فهو هيدا المشهد كان ريمون يشيله ويبرم فيه يعرضه لحاله أمرار، وعامل له اسمه شهيد البلدية. لما كنا مع بعض بالبلدية وانت كنتي بالرئيس كنت أزين منك. لا يا رئيس، ما بعرف هيك قلبي ما هفلك. بس هاي وقتها. ايه اكيد وقتها، بس هلا من بعد ما خبرتني كل شيء صار تغير كل شيء. وبعد ما خبرتك شيء، عدد من الوجوه الفنية حضروا المسرحية وعلى راسهم كاريس بشار وريتا حرب اللي حبوا يدعموا أصدقائهم، فكاريس صديقة طارق تميم وريتا صديقة كارلوس عزار. كاريس بشار اليوم مبسوطين فيك بالمسرح اللبناني؟ شكرا كتير، أنا متعودة على أغاني وال بي سي بيكون في راس، وينو في راس؟ سلم لي عليه كتير. اليوم مبسوطين فيك مثل ما قلت لك بالمسرح، اليوم لمين جاي تزقف بهذا المسرحية؟ حقيقةً أول شيء أنا من معجبين الأستاذ جابرييل يمين والأستاذ كارلوس عزار صديقي وزميلي، فجاي هيك أحضرهم وشوف شو اللي عاملينه. بدنا نشوفك هيك على خشبة المسرح، كيف عم تتفاعلي مع الجمهور على إن شاء الله، بتمنى وإن شاء الله يا رب هيك، يعني ما بعرف بالأيام إذا كان في وقت في شيء مشروع ممكن إنه أنا أكون فيه، فليه لا، بالعكس بتمنى أكيد. ريتا حرب اليوم جاي تدعمي أو توقفي حد كارلوس حد كل الممثلين بهذا المسرحية، شو بتحب تقولي لهم اليوم بهذا المناسبة؟ إنه اشتقنا لكم، اشتقنا للمسرح اللبناني، أكيد بدي أدعم كارلوس وبدي وجه تحية لكل اللي مشاركين بالعمل، وهي أصلاً تحية للراحل ريمون جبارة، فنحن مبسوطين إنه هيدي المسرحية مثل أوماج لإله، ورح يكون في عدة مسرحيات، فحبينا إنه نكون موجودين وهيك كلنا لنكون إيد واحدة، يعني لازم دايماً ندعم بعضنا بكل شيء. مع إعادة عرض هالمسرحية نتذكر جهود المسرح اللبناني القدير ريمون جبارة اللي رحل عن عالمنا عام 2015، واللي كان صاحب بصمة فنية خاصة بالمسرح وأسس مدرسة مست اللي فيه.